عندي كلام كتير جدا بصراحة بخصوص الفرقة وبعض اللعيبة، بس كالعادة وقت البرنامج ما بيساعدنيش، لكن عايز اشيد بسرعة كده بسرعة كده بمحمد شريف، مهاجم زي ما بيقول الكتاب، راجل بيلعب برجله اليمين ورجله الشمال، وده باين في الجون قوي اللي جابه امبارح، سند باليمين وشاط بالشمال، وشفنا اهداف تانية بيسند بالشمال ويشوط باليمين، الراجل وبيجيب جوان باليمين وجوان بالشمال، لا ما شاء الله عليه، لعيب كويس جدا جدا ومهاجم، اخيرا لقينا مهاجم مع المهاجمين الموجودين طبعا في فريق النادي الاهلي كلهم ممتازين. صلاح محسن، هو ده صلاح محسن الاهلي تعاقد معاه. اول مره من ساعه ما جه صلاح محسن الفتره اللي فاتت دي كلها ابتدي اقتنع بصلاح محسن، انا بتكلم بصراحه يعني. اخيرا لعيب ان شاء الله يكون اضافه للنادي الاهلي، وان شاء الله يستمر بالمستوى ده سواء كبديل او كاساسي يعني. فحبيت اخص الاثنين دول تحديدا، كل الفرقه عملوا مباراه كبير، موسيماني كمان اكتر حاجه عجبتني فيه امبارح ان هو على طول ما بين الشوطين شال الاثنين عندهم انذارات، ايمن اشرف وياسر ابراهيم، ونزل رامي ربيعه وعلي معلول. علي معلول طبعا عوده مهمه جدا، عوده حمدي فتحي وكهربا كمان عوده مهمه، وتعامل النفسي الجيد مع كهربا سواء من كابتن محمود الخطيب او من خلال موسيماني ده امر مهم جدا، لان كهربا لو رجع لمستواه هيفرق معانا كتير قوي قوي قوي.